بسم الله. النهاردة عندنا برنامج بيصدر لي الموديل بتاعي للنظارات كيوبيتي بحيث ان انت تشوفها كفيرجوال رياليتي. لازم تكون واقف على 3D. لو انت واقف على 2D هيقول لك لا مش هينفع. طيب خلينا نروح 3D. نغير الشكل مثلا لرياليستيك. وأقول له هنا خلي ده معماري بدل ميكانيكال. بعد كده أقول له كيوبيتي سبورتر، يروح متصدر لي الشكل دوت على الامتداد كيوبيتي أو ملف مضغوط بحيث إن هو يقدر يفهمه النظارات اللي هناك. مجرد بقى تاخد الملف ده تنقله على النظارة تبدأ تشوف الشغل بتاعك.